أنا أسماء حبشي، رئيس اتحاد الإعلاميات العرب، وهو اتحاد 17 دولة عربية. اتحادنا معني باستخدام وتدخيل الإعلاميات لخدمة المجتمع العربي والمرأة العربية وليس العكس. الإعلاميات هن من يدعمن الوطن العربي. اتحاد الإعلاميات العرب أيضا قرر أنه يدعم مسابقة ميديا أيدول نظرا لأهميتها، وهذه المسابقة في الحقيقة من المسابقات اللي فكرنا إنها تكون شكل من أشكال المهنية والمصداقية وأيضا إعلام جديد نقرره داخل الوطن العربي. أنا شايفة إن أبرز تحدي أو من أبرز التحديات اللي بتواجه الإعلام في الوقت الحالي هو مقاومة الإعلان في الإعلام. الإعلان يؤثر بشكل كبير جدا على الإعلام العربي، ونتمنى في الفترات القادمة أن نحاول الفصل بين أهمية الإعلام وتأثيره على المجتمعات العربية والإعلان والربح المادي. النصيحة اللي بقدمها للمتسابقات النهاردة إنهم يكونوا واثقين من نفسهم جدا، عندهم كل الأدوات اللي تؤهلهم إنهم يكونوا إعلاميات، من التثقيف ومن المعرفة ومن الدراية بأدوات المهنة ومنها الحيادية والمصداقية. النصيحة اللي بوجهها لكل الإعلاميات النهاردة هو قدرتك على التعلم، إنك تكوني قابلة للتعلم لكل شيء. ما بقاش فيه دلوقتي إن كل واحد بيقوم بدور في المنظومة الإعلامية، الـ one man show أو الـ one woman show هو الأهم، إنك تكوني عارفة كل شيء بيدور حواليكي وقادرة إن أنت تقومي بيه في أي وقت. اقتراحي لنوعية البرامج اللي ممكن تقوم بيها المتسابقة الفائزة في المسابقة إن شاء الله، نوعية برامج الأطفال. إحنا في الوطن العربي أكثر احتياجا لهذه النوعية من البرامج، تشبعنا من البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والأطفال لديهم ندرة كبيرة جدا في هذه النوعية من البرامج والاهتمام بالطفل المصري والعربي بشكل عام. من أكبر أمنياتي للإعلام المصري والعربي وضع ميثاق شرف إعلامي عربي موحد لكل دول الوطن العربي، وأعتقد إن إحنا بحاجة لده، وأعتقد إنه جامعة الدول العربية من السهل أن تطبق هذا الميثاق لتنظيم العملية الإعلامية العربية، مما يعود بالنفع على المواطن العربي بشكل عام. من أهم أسباب سعادتي برعاية اتحاد الإعلاميات العرب لهذه المسابقة هي أنها ليست مسابقة ربحية كباقي المسابقات اللي اعتدنا عليها، وهدفها الرئيسي هو خدمة مجتمعية وإعلامية وعربية لهذه المهنة الراقية السامية. احنا عايزين نطلع إعلاميات مهنيات دون تربح ودون استناد إلى المادة ودون استناد إلى وسايط أو دون استناد إلى اعتبارات أخرى. هذه المسابقة هي مسابقة حيادية 100%.